at the front, the three-phase AC to AC converter. It was an isolated voltage phase controller. It was something بس هو AC to AC converter. راح يدخل عندي AC وراح يطلع AC. الاختلاف إيش بين AC اللي دخل وإيش اللي طلع؟ Frequency. الفولتج. RMS فولتج. فالRMS فولتج أو الفولتج هون راح يكون full sinusoidal راح يدخل هون عندي three-phase. هي three-phase اللي داخل من هون. هذا inner converter مظبوط. 6 SCRs أو 6 thyristors. تنين. وأنا حتى برقمهم هون برقمهم واحد واحد. هلا هذول الستة راح يأخذوا 6 pulses من هون. 6 pulses راح يجوا من synchronized 6 pulse generator. كنت انتبهوا إنه هون بيبدأ 2 3 4 5 6 1 زي ما حكينا من هون مع الترتيب اللي هون. أظن أنا حطيت كمان هي حطيتهم هون الأسماء هذا بعمل زوم عليها بتشوفوها تفصيل أكثر. إذا خلينا نطلع على الأجزاء المختلفة واللود هون resistive star connected resistive load. أنا بس عملته star connected resistive load عشان أشوف شوية wave forms تكون سهلة إنكم تشوفوها. لو هذا كان inductive بصير معقدة جدا ال wave forms. إذا خلينا نعمل زومينج على أجزاء مختلفة الأجزاء اللي بنعرفها. يعني مثلا لو جينا أخذنا هلا هون عملنا زوم. نعمل زوم أول إشي على باور سبلاي. باور سبلاي احنا عارفين طلعنا اكثر مره بس نراجع مراجعه. هون عندي في هي الار الاس ناقص 120 درجه فيز شيفت وناقص 240 درجه فيز شيفت. بعدين عندي هون انا قايس الفولتج مدخل الفولتج الثلاثه اللاين فولتجز ار ماينس اس اس ماينس تي تي ماينس ار مدخلهم عشان السنكرونايزيشن. مهم جدا في هذا النوع من الكنترولر نعمل سنكرونايزيشن. ما بصير البلسز تيجي اعتباطا كيف ما اتفق انت ما بدي ابعث البلس. هاي البلس معيش لازم تكون مرتبطه زمنا وسينكرونايزيشن متزامنه. اذا تكون متزامنه مع السورس مش هيك نتيجه فوق محدد. الانفرتر لا الانفرتر بعمل انت ما بدي بعمل السيكونس اللي بدي اياه بالانفرتر. لكن بالاي سي تو اي سي كونفرتر انا بدي احول هذا الاي سي واتحكم فيه. ما بقدر اتحكم فيه ببلسز احطها انت ما بدي. بدها البلسز تكون ايش الكلمه؟ سينكرونايز. ولذلك هذا الجنريتر اللي بيعمل جنريشن لـ 6 بلسز بلاحظين هون عندي كم سيجنال في داخل هذا؟ 6 بتيجي هون. احد الاشياء اصلا اللي بتقدر تعملها بتقدر تعمل رايت كليك على الدي مالتي بلكسر. خلينا اشوف اذا كان هذا صحيح هون الحاله هاي. كنت بدي اشوف اذا بقدر افرجيكم السيجنالز اللي موجوده في داخله بس مش مبين معي. على اي حال مش هذا ما بعرف اذا كان اذا عملنا هون ولا هيك. لا انا كنت افكر انه زي الماشينز في بعض الاحيان تقدر تحط رايت كليك على المالتيبلكس وبعطيك اسماء السيجنالز. عندي سينكرونايز 6 بلس جنريتر بده يدخل له 3 سينكرونايزنج بلسز اللي هم الار ماينس اس اس ماينس تي تي ماينس ار اللي هم 3 فيزز. هون نعمل له انيبلينج فاني اعطيه زيرو على البلوك. زيرو على البلوك يعني نوت دونت بلوك. وهون عندي الفايرنج هاي المطلوب اللي بدلها انا للزيرو اصلا بقدر اوصل 135 او 150 بالحاله. إذا طلعنا هلا في داخله لازم تكون الفريكونسي. مهم جدا الفريكونسي تبعت تكون الفريكونسي تبعت مين؟ نفس الفريكونسي تبعت مين؟ تبعت السورس. ولذلك في الحالة هاي هذه 50 والمفروض هدول إذا طلعنا عليهم السورس الثلاثة كلهم 50. أنا حاطط هون 310. ليش تفتكروا أنا حاطط هنا 310؟ هاي 310 إيش في السورس؟ هاي؟ البيك. هذا البيك عشان يعطيني ار ام اس فاليو قديش قيمته؟ 310 على جذر 2 اللي هو 220. فانا حاطط 310 المفروض احط مثلا 311 بالضبط. الويدث تبع البلس اللي بتطلع من السينكرونايز 6 بلس جنريتر 10 درجات. هذا هون عرض البلس اللي بتطلع من السينكرونايز 6 بلس جنريتر. الدبل بلسنج ضروري حتى يبدا هذا السيستم يعمل فايرنج. فبيطلع عندي 2 بلسز لكل فيز مش 1 بلس 2 بلسز عشان يقدر السيستم يعمل انيشالي ستارت. هذول عندي ال 6 اس سي ارز هم باك تو باك لاحظين الكاثود تبع واحد مشبوك مع الانود تبع اللي جنبه والانود تبع هذا مشبوك مع الكاثود وعندي الفايرنج اللي بيجي على الجيت بيجي مباشره من ال 6 بلس جنريتر. هذا البلوك مريحني من شغله الانترفيسنج ما في حاجه نعمل انترفيسنج.
يعني لو جاي هو من بيك مثلا بيك مايكرو كنترول ما بقدر احطه مباشره على الستايلس ستارت في الواقع في الحياه الواقعيه هذا البلس ما بقدر اجي اشبكه مباشره من بيك بصير عندي مشاكل كهربائيه لازم يكون في نوع من انترفيسنج واوبتو ايزوليشن بس احنا هون مريحنا السمبل سيستمز منها عم باخذ البلس انا مباشره بلوجيك ليفل او بسيجنال ليفل انا بدخلها على هذا السيستم في الباور ليفل وهم كانها هاي سيجنال فدخلنا هذول الستة وزي ما بتتذكروا حكيت لكم بدخل عندي 2 3 4 5 6 هلا خلينا نطلع على السيكونس عشان تفهموا السيكونس من هون راح اعمل زوم خلينا نشوف اذا بقدر اعمل زوم هون هي عندي هون البلسز ترتيب البلسز اللي تطلع من هذا السينكرونايز 6 بوت جنريتر انا قضيت وقت طلعت عليها زي ما عملنا مع بعض زمان وطلعت على الالوان تبعت الفيزز واستنتجت انه هو الاول اللي بيطلع من الدي مالتيبلكسر بروح على تي بار والثاني بروح على اس والثالث بروح على ار بار والاخير بروح على ار اللي هذول احنا كنا مرقمينهم ست اظن هذا اعطينا رقم سته المهم انه هذا الترتيب اللي بروح عندي على السته لو انت نسيته جيد انك تكون حاطط نوت هيك بالفايل الك والي عشان لو رجعنا بعدين نقدر نعرف ايش الترتيب او السيكونس تبعه نعمل الآن زوم أوت مرة ثانية خلينا نعمل زوم سيلكشن طيب إذا هذا بالنسبة لهذول السكس بلسز هذا أعطاني فلو أنا نسيت بخلي هذه النوت اللي موجودة هون فلو نسيت على أساس نحشرهم الآن يعني معناها تي بار وين تي بار عندي هون؟ تي اللي هو الفيز الثالث تي بار يعني النيجاتيف تبع الفيز الثالث هي الفيز الثالث وهذا هو النيجاتيف تبعه يعني الكارت بيكون راجع على السورس اذا هذا راح ياخذ اول بلس من هون خلينا نتاكد انه هذا صحيح اذا هي السيجنال اللي راح تكتبها هي فعلا اول بلس من هون اذا اول بلس طلعت من تي بار تكسر راحت على تي بار ها اول بلس ثاني بلس راحت على اللي هو البوزيتيف تبع الاس وفعلا هذه اذا طلعت عليها من الزوم مره ثانيه رح تشوف انها البوزيتيف تبع الاس فهذا البوكس اللي موجود هون بعطيني جايدنس حتى اعرف كيف اوصل هذول البوست ايش هذا اللون هون؟ هذا ساين مش هيك؟ مش هذا ازرق مخضر؟ ايش مبين لكم؟ مبين لون مختلف تماما على الشاشه. طيب هلا خلينا نعمل مره ثانيه اذا هلا نعمل زوم اوت مره ثانيه نطلع اوفر فيو جنب اوفر فيو للسيستم اذا هي عندي الست اس سي ارز هذول مشبوكين جاهزين كلهم معكم سينكرونايزيشن. عندي هون انا هلا قست اخذت اللود هي اللود ريزيستنت وصل لي انه قيمته 1000 اوم هلا الكرنت هون قست انا الكرنت هلا انا حابب احط الفولتج اللي جاي عندي هذا الفولتج هي الفولتج اللي جاي من اللود حابب اقارن الكرنت اللي بيمشي بالريزستيف لود مع الفولتج بس المشكله في الفولتج قديش الرينج تبعه البيك تبعه كان 310 متذكرين وهذا الكرنت رح يكون 310 او شيء بهالحدود على 1000 يعني حوالي 0.3 امبير إذا حطيت شيء قيمته 0.3 وحطيت شيء قيمته 310 على نفس الاسلوسكوب ما راح اشوف واحد منهم بوضوح مع الثاني. فعشان اقدر اشوفه بشكل واضح شو عملت هون رديت؟ ضربت الكرنت ب 1000، هلا انا بعرف انه هل يعني كنت بدي اعرض ملي امبير او شيء زي هيك، بس المهم هذا بيسمح لي اني اكبر الكرنت بحيث اني اقدر اشوف التنين بشكل واضح على الاسلوسكوب اللي موجود. خلينا نعمل ران اند السيستم. ونطلع على الويف فورم، شكل الويف فورم غريب شوي خصوصا انه انا ستار بوينت تبعت الريزستر ما شبكتها مع النيوترال. فهو فعلا صار 3 فيز لود، هاي نقطة الستار بوينت مش مشبوكة، وهذا هو الحال في معظم اللود، غالب اللود اللي احنا بنشبك عليها ما بتتوفر الستار بوينت اني اشبكها، خلص هذا طبيعة السيستم اللود هو 3 فيز لود. فخلينا نطلع الان على الاوسيلوسكوب اللي احنا عم نشوف اشياء بدنا نشوف عم نشوف ال هلا هون طبعا في عندي ترانزيت، متذكرين دائما في عندي ترانزيت، بستنى بترك الترانزيت لما يمشي شوي، في عندي هون طبعا شكل غريب للفولتج هون لاني انا مكبر الزاويه، خليني اظبط الزاويه وارجعها مثلا احطها 30 او 15، 15 درجه ونعمل الان طلع الان على الويف فورم، هلا الشانل الاول نرجع هون بس نشوف مين الشانل الاول، الشانل الاول هو الكرنت ايش اللون الاول دائما بيطلع معنا؟ الاصفر، اذا الاصفر هو الكرنت، خلينا نطلع على مره ثانيه عليه هون عندي، اذا ملاحظين الكرنت والثاني اللي هو الماجنتا اللي هو الفولتج، تقريبا زي بعض مش هيك؟ ال 15 درجة هاي اللي حطيناها وين غيرت؟
في صار عندي انسلت ترانزيت هون، خلينا نركز على النقطه هاي، هي ال 15 درجه من هون. اذا احنا كانه شلنا قطعه صغيره جدا من هذا الفولتج من هون طبعا بالنسبه للكرنت اللي هناك، وشلنا هون 15 درجه وشلنا هون 15 درجه. فال 15 درجه اللي احنا حطيناها بينت في اكثر من مكان، مش زي السنجل فيز، السنجل فيز كان ابسط. بهذا هون في عندي القطعه هاي بينت من هون، القطعه هاي من هون، والقطعه هاي من هون. هلا زي ما حكيت انا ما راح اطلب منكم ترسموا هذه الويف فورمز، لانه رسمها بصير معقد، بصير من صفر ل 60 في لها شكل، ومن 60 اظن ل 120 او ل 90 في لها شكل مختلف. خلينا نزيد هلا الويف فورم، راح ازيدها ل 45، الفارينهايت عفوا ل 45، هلا راح يصير الشكل كمان معقد. الفكره الاساسيه اللي بدنا نفهمها ايش؟ بس دكتور ليش ثلاث قطع في ثلاث قطع؟ هذه قلت لك بتيجي صعوبة اني اشرح لك اياها، بتيجي من الرسم، الرسم بدي ابدا ارسم شو عماله بصير. هلا من اللي بصير عندي انه في الحالة هاي عندي معظم الوقت في عندي ثلاث او كل الوقت عندي ثلاث اس سي ار شغالين في اي لحظة من اللحظات، لكن اللي بصير عندي انه احيانا باخذ ار نفسه وبطلعه زي ما هو، واحيانا باخذ ار ماينس اس على اثنين وبطلعه، ومرات باخذ ار ماينس تي على اثنين وبطلعه. ففي الفترة هاي اللي هو الشكل كان متماثل، هلا هاي بتفوق بعد لو نشوفها، خلينا نشوفها. هلا هون اللي عم بيصير في الفترة هاي عم بيطلع لي ار زي ما هو، ار بدخل وبيطلع. بالفترة هاي بيطلع لي ار ماينس اس على اثنين، هذه عبارة عن ار ماينس اس على اثنين. هون برجع ايش بعطيني؟ ار نفسها. هون بعطيني ار ماينس تي على اثنين. ولذلك انا ما وجدت في جدول انه اقعد ارسم كل التفاصيل هاي. شو الفكرة الأساسية لازم نفهمها؟ من هاي الدائرة كلها انه احنا عم بدخل عندي فولتج وعمالي بتحكم بهذا الفولتج بغير الار ان اس. لا شك انه الار ان اس تبع الشكل الاصفر هون الخط الاصفر اقل من الار ان اس تبع الفولتج المجلة، مش هيك؟ فاحنا غيرنا، فبتغيرنا للفارق عندي وغيرنا الار ان اس فولتج. هلا ليش شكل الويف فورم هيك؟ هذا بصير بده حوالي محاضرتين او ثلاثه، انا ما شايف في داعي انه احنا يعني موجوده الماده، موجوده في كثير كتب باركتورز، وحتى انا عندي في ماده بنزلكم اياها، بس انا ما شايف ليش اعطيه. حتى انا في امتحانات كنت مرات اعطي الطلاب اعطي شيت ومعمول هذول هون ويرسم هو الويف فورم بزوايا معينه، ما في داعي يعني، ما شايف انا في داعي كثير لهذا. هاي عزامه 45. هلا خلينا بدنا نزيد الزاويه، رح نزيدها. هلا هون انا حاطط عشان اذا حابب انت تعرف اكثر عن هذا الموضوع، حاطط بس فكره عامه عن تغير الويف فورم. الويف فورم من 0 ل 60 لما تكون الفايرنج انجل من 0 ل 60 في عندي خمس سيجمنتس، شفت هذول؟ مش عندي كان ثلاثه واثنين خمسه، يعني خمس قطع. من 60 ل 90 بقولها تو سيجمنتس وبكون مستمرات السيجمنتس، يعني السيجمنت موصول بالسيجمنت اللي بعده، هلا راح نشوفها. من 90 ل 150 بكون عندي تو سيجمنتس قطعتين بس بكونوا منفصلات، بصير سيجمنت بعدين السيجمنت الثاني. والفايرنج انجل هي بالنسبه لار هذه هون اللي احنا عم نقيسها. فخليني ارجع مره ثانيه لنرجع هون فيو ونطلع على الزاويه قديش حاطين الزاويه 45، خلينا نغيرها ل 75. هلا تجاوزنا ال 60 فرح يبطل عندي 5 سيجمنتس، شكلها رح يصير قطعتين والقطعتين متصلات، اظن من 60 ل 90 بكون قطعتين والقطعتين متصلات، هي القطعتين اللي حكينا عنها. شايف هلا صفوا بس بطلوا خمسه زي اول، وبطل يتبع ار، ما فيش ولا منطقه بتبع ار، بتبع ار بس من 0 ل 60 في مناطق معينه. هون صار عندي هيك قطعه، هذه ار ماينس اس على 2 وهذه ار ماينس تي على 2، وبعدين هي نفس الشيء ار ماينس اس على 2 ار ماينس تي على 2. هلا خذوا فكره عامه، طلعوا لي على هذا الكرنت الخط الاصفر، شو بتقدروا تحكوا عنه؟ مش ار. مش ار تمام، ايش كمان؟ شكله بطل ساينوسويدال. شو يعني اذا بطل ساينوسويدال؟ ايش يعني بقدر احكي عن هاي الفورمولا؟ غنيه بايش؟ بالهارمونكس، فيري هاي هارمونكس، ولذلك اذا حطيتها هذه على المحرك في عندي هارمونكس، في عندي ثيرد هارمونيك وفيفث هارمونيك وسفنت هارمونيك وناينث هارمونيك وإليفنث، وبعض هدول الهارمونكس بيحموا المحرك وبعضهم بضعفوا من التورك تبعه وبعضهم بقووا شوي التورك تبعه، هدول فيهم زيرو بوزيتيف هارمونكس وبوزيتيف سيكونس هارمونكس ونيجتيف سيكونس هارمونكس وزيرو سيكونس هارمونكس. الفكره العامه انه الهارمونكس سيئه لها، ولذلك انا هذا اذا بستعمله بعد المحرك امتى بستعمله؟ ايش قلتوا ان هذا تطبيقاته للسيستم 3 فيز؟ في السوفت ستارتر، في السوفت ستارتر ما في عندي فتره طويله اشغل المحرك عليها. يعني خلص بس اعمل له ستارت اب ويوصل السرعه تبعته خلص بفصل. فلذلك ما في عندي مشكله هارمونكس كثير، لكن ما بقدر اخليه شغال باستمرار على هذا لانه هاي الهارمونكس بتسبب مشاكل في المحرك. انا خليني اتجاوز ال 90 بروح على 105
راح نشوف الان هلا بصيروا تو سيجمنتس لكن غير متصله هذا التو سيجمنتس بنفصلوا التنتين عن بعض واللي هم بضلوا ار ماينس اس على 2 وار ماينس اي على 2 فاذا بنطلع الان هي بتلاقوا هي قطعه لاحظين كيف انفصلوا عن بعض من هون 15 درجه بعد ال 90 وصارت قطعه منفصله تمام شكله ولا له اي علاقه بالساينسويد في فاندمنتال لو حسبته بس الهارمونكس العالي جدا توتال هارمونيك ديستورشن كيف ممكن اقيسه بالسم باور سيستم لو بدي اعرف هذه الويف فورم قديش التوتال هارمونيك ديستورشن موجود فيها شو ممكن اعمل؟ في عندنا بلوك اسمه توتال هارمونيك ديستورشن موجود في السم باور سيستم بتروح على الميجرمنتس اظن في اللايبرري براوزر اذا رحنا خلينا نشوف اللايبرري براوزر لو انت حبيت انك تشوف في سيجنال معين قديش التوتال هارمونيك ديستورشن وقديش نسبه الهارمونكس فإذا رحنا على سم باور سيستمز هلا اظن انها مش متاكد ان هي موجوده في ميجرمنتس ولا موجوده في اكسترا لايبرري هاي اكسترا ميجرمنتس اكسترا ميجرمنتس مش في الميجرمنتس الميجرمنتس الاساسيه فيها اظن بس فولتج وكرنت يمكن بس بنروح على الاكسترا لايبرري فيها سكشن اسمه ميجرمنتس هلا هون بقدر احط في عندي مين فاليو متذكرين المين فاليو استعملناه اذا عندي ويف فورم فيها ريبل بدي اعرف المين فاليو تبعها هذه ممتازه المين فاليو وفي عندي ار ام اس اذا كمان عندي ويف فورم وبدي اعرف الار ام اس تبعها بقدر استخدم الار ام اس بلوك بدخل سيجنال هون بعطيني فاليو الاوتبوت والاوتبوت ممكن احطه على ديسبلاي متذكرين الديسبلاي اللي باخذه من السيميليشن وفي عندي اللي بيهمني هون هو التوتال هارمونيك ديستورشن فبامكاني احط التوتال هارمونيك ديستورشن راح يقول لي هاي السيجنال قديش الهارمونيك ديستورشن موجود فيها بهاي الحاله اذا عندي هون هلا وصلنا هي شفنا على 105 وهلا اذا بنزيد عن هذا بنزيد عن 105 راح تضل هاي لحد اظن 135 خلينا نشوف اذا حطينا 135 شو بصير شكل الويف فورم بنفس القطعتين بس بصيروا صغار كثير من الماكسيمم اللي بقدر اوصل له هو 150 هاي شايفين القطعتين اللي بتضلوا عندي هون على 105 هذا الفاندمنتال الهارمونيك الرئيسي الاولي اللي موجود فيها ضعيف لدرجه انه لو حطيته على المحرك راح يكون يا دوب يقدر يتحرك. والناس تتذكروا فيديو السوفت كاركتر اللي شفناه المره الماضيه؟ انا نزلته على فكره على البلاي ليست حطيته. طلعوا على فيديو مره ثانيه السوفت كاركتر لما تطلعوا عليه راح تشوف المحرك بصعوبه بيتحرك. على فكره حتى بنربطه بالكلام خلينا هلا نطلع عليه. في اسئله ثانيه على هذا السيم باور سيستمز هون؟ انا عندي واضح انه مشكلته الاساسيه الضعف الاساسي في هذا السيستم انه الهارمونكس بتصير عالي جدا في الاوتبوت لما بحطه على المحرك ولذلك هاي الهارمونكس بتسبب حراره في المحرك تضعف التورك اللي موجود في المحرك ولذلك ما بنستخدم هذا الا كسوفت ستارت نطلع على الفيديو اذا بقدر افتح معي الفيديو خلينا نشوف اذا الفيديو هون موجود بسهوله هاي الفيديو اذا بتذكروا هذا اللي شفناه السوفت ستارتر، هلا السوفت ستارتر صحيح انه بخلي السيستم يبدا بشكل سوفت، لكن التورك اللي موجود فيه خصوصا على السرعات ما لها بالبدايه او الستارتنج ضعيف جدا. طلعوا على هذا الفيديو هذا الموتور سوفت ستارتر. هلا اللي بدي تلاحظوا شفتوا كيف لما بدا بضعف شديد. وذلك التورك في البدايه ضعيف جدا في حين الفيربل فولتج فيربل فريكونسي درايف اللي هو مبني على ايش؟ ايش الفيربل فولتج فيربل فريكونسي درايف ايش فيه؟ ريكتيفاير وانفرتر الريكتيفاير والانفرتر هذا بيعطيني فيربل فولتج فيربل فريكونسي الستارتنج تورك تبعه بيكون اقوى بكثير احسن بكثير من السوفت ستارتر السوفت ستارتر بنستعمله حتى نبدا او نعمل ستارتنج على فيري لو لود اوف لود عاده ما بقدر اعمل ستارتنج اون لود لانه طلعوا عليه مره ثانيه واسمع الصوت شايفين البدايه كيف بضعف شنو؟ طبعا هي صوت احسن من الدارج لما احسن من الستارد اللي شفناها المره الماضيه بس دكتور هذا لو عليه لود ما بيتحرك صحيح لو عليه لود شديد كما بقدرش اعمل ستارت لان احنا نزلنا الفولتج لدرجه انه التورك اللي بعطيني اياه ضعيف جدا ولذلك عاده السوفت ستارتر بسبب مشاكل في ستارتنج اون لود اذا عليه لود لكن هو مثالي لوين؟ لاي تطبيقات؟ التطبيقات اللي فيش عندي ما بعملش ستارتنج اون لود لكن ما بدي اسحب كرنت عالي في ستارت فبعمل ستارتنج اوف لود السيستم بيشتغل وبعدين بتركه يشتغل لفتره طويله وبعدين بفصل الستارتر بفصل السوفت ستارتر
بعد فتره بشغل الويب دايركت اون لاين، بسيريش الويب دايركت اون لاين. بهاي الحالات بس السوفت ستارتر مثالي وسعره منخفض. واذا بتتذكر المره الماضيه فرجيتكم السوفت ستارتر، خلينا نطلع عليها ونشوف اذا بنقدر نشوفها. عندي هون السوفت ستارتر هذا مثال على سوفت ستارتر من سيمنز. هذا بيستخدم نفس المبدا تماما اللي احنا كنا نطلع عليه هناك، اللي هو 3 فيز باك تو باك، 3 بيرز وباك تو باك اس سي ارز او ثايرسترز. وفي هون عندي سيجنالز كمان ممكن ابعث سيجنالز ارجع للكنترولر او بي ال سي. عندي ثلاث انبوتس رئيسيه باور انبوتس وثلاث اوتبوتس رئيسيه باور اوتبوتس. فالثلاثه الانبوتس بحط عليهم 3 فيز اللي جاي من السبلاي، والثلاث الاوتبوتس بوديهم على المحرك، وبصير يقدر يعطيني اوفرلود ويعمل شورت سيركت بروتكشن اوفرلود بروتكشن. وحتى ممكن يبعث سيجنالز لل بي ال سي نورمال اوبن نورمال كلوز انه هذا السيستم اشتغل او عمل ستارتنج او قديش مضى على ستارتنج تبعته. بعد فتره ما يعمل ستارتنج، بعد اربع خمس ثواني لما يعمل ستارتنج بيعمل شيء اسمه باي باس، في كونتاكتر بتسكر وبتتجاوز السوفت ستارتر. فالسوفت ستارتر عمليا بيطلع من الدائره بس بنكون استخدمناه حتى نعمل سوفت ستارتر. في اسئله عن هذا؟ ايش الابلكيشن اللي للسوفت ستارتر؟ لا مش السوفت ستارتر، لما يكون اللود بداية خفيفة. كويس ماشي. هلا هو معظم كثير من السيستمز ما بتكون اللود عليها من البداية. يعني مثلا أنا أحد الأمثلة اللي بعطيك إياها، مثلا لو عندي اسكليتر، الاسكليتر عادة بنشغله أوف لود ما بيكون عليه ناس، مظبوط؟ هاي الطريقة الصحيحة لتشغيله، بشغله لحد ما يوصل السرعة تبعته وبعدين الناس بصيروا يطلعوا عليه ويستعملوه. فهون عم استخدم أنا هذا مثال أوف لاين. ممكن مثلا في تطبيقات، انا بعرفش اذا البامب بزبط عندي في البامب، في بعض البامبس ممكن يكون الستارتنج تبعها ممكن اني اعمل سوفت ستارتنج فيها، بس ما بعرفش قديش اللود، كيف ممكن اللود يكون عليها انه خفيف او شديد. التطبيقات هاي بيكون اللود فيها في البدايه خفيف بشغل عليها، بس من ناحيه واقعيه يعني هاي بس التطبيقات محدوده عدد التطبيقات. غالب التطبيقات الحديثه صارت تستخدم فيها فيربل فولتج فيربل فريكونسي. سعر الفيربل فولتج فيربل فريكونسي نزل لدرجه انه انا بامكاني استعمله هو كسوفت ستارت، او اشغل اللود عليه باستمرار. لان انا بتوقع مثلا لو انت بدك تشغل مثلا التطبيقات اللي ما بينفع فيها السوفت ستارت، المصعد عندي راح يبدا فول لود عليه يشتغل. او كرين، اذا انا بدي احمل لود ما بقدر الكرين اكون مشغله واصير احط عليه اللود، الكرين بده يبدا مش هيك، بدي اعمل ارفع احمال معينه لحمل هذا، بده يكون بالعكس في عندي اكسلريشن في البدايه، فما بينفع عندي هذا. هلا بعرفش اذا الفانز ممكن بضبط فيها، لانه الفان طبيعه اللود فيها في البدايه بكون فري لو لود، بتناسب مع السرعه، التورك تبعها بتناسب مع السرعه. فممكن الفانز، بعض انواع الفانز انها تضبط اني اعمل ستارتنج لفان. مثلا اذا بتشوف في بعض التنلز، اذا عندي نفق طويل مثلا بمروا فيه سيارات، بكون في مجموعه فانز محطوطه، الفان هاي بدي اعملها ستارتنج، هي بتبدا نو لود لانه ما عليها لود في البدايه. هلا كل ما زادت سرعتها بتناسب التورك عليها مع مربع السرعه، فهي فعليا كانها سوفت ستارتر. هلا ما بعرف من ناحيه واقعيه بيستخدموا لسه لحد الان سوفت ستارترز ولا صاروا يستخدموا فيربل فولتج فيربل فريكونسي درايفز عليهم. ميزه الفيربل فولتج فيربل فريكونسي درايف انواع الحديثه منه الفلوكس فيكتور كنترول، بيقدر يعطيني تورك ممتاز حتى بالستارتنج، بسرعات منخفضه بيقدر يعطيني تورك جيد يمسك الموتور. دكتور الجنريتورز ما بيستخدموه باعتبار في البدايه تشغل بس الموتور، بعدين يعني بتفتح السويتش مشان يبدا يولد كهرباء. ممكن بدك تشغل، بس ما هو انت هل راح تشغل جنريتر على كهرباء ولا راح تشغله على ديزل؟ هو يعني لو انت عندك كهرباء ما يحتاج الجنريتر، اذا بس ممكن الجنريتر لهذا. هلا غالبا الجنريترز ايش دريفن ديزل، بكون في ديزل مش هيك؟ بعرف اذا في جنريترز، هل في جنريترز شفتوا شيء على مي مثلا، على قوة مي او شيء؟ على شو اسمه؟ في ممكن يكون في. اوكي ماشي، في اسئلة ثانية؟